مرحبا بكم متابعين قناة التعريف. في هذا الفيديو سنتكلم عن شيء غريب جدا، وبصراحة إنه أمر لا يصدق، ولا يسعنا سوى أن نقول سبحان الله وربنا قادر على كل شيء. اكتشف علماء أمريكيون نملة في قطعة من الكهرمان وجدت في ميانمار يبلغ عمرها 99 مليون عام، وتتميز هذه الحشرة بوجود نوع من القرن في منتصف رأسها، مما يعتبر بنية فريدة من نوعها بين النمل، وتغطي شعيرات قصيرة جدا الطرف السفلي من هذا القرن، الأمر الذي يدل على انتماء النملة للحشرات المفترسة. فتنمو شعيرات مماثلة على أفكاك النمل، حيث يطبق الفكاك تلقائيا مثل كماشة عند لمس هذه الشعيرات. ومع هذا لا يزال يجهل العلماء وظيفة هذا القرن بدقة لدى النملة المكتشفة، علما أن حجم فكيها يدل على أنها كانت تصيد وتأكل فرائس كبيرة الحجم، ذلك أن الكائنات الأصغر كان بإمكانها التملص من هذين الفكين بسهولة. وقد بدأ النمل بالانقسام إلى أجناس وفصائل ذات تخصصات مستقلة خلال العصر الطباشيري منذ 135 إلى 65 مليون سنة، حينما عاشت هذه النملة المكتشفة، مع أن معظم هذه الحشرات بقي نملا ذا اختصاص عام ولم يكن متميزا باختلاف في بناه التشريحية. وإن وجود نملة مفترسة ذات قرن على حد قول العلماء ليشير إلى أن بعض النمل حقق درجة عالية من التخصصية حتى في بداية تاريخ ارتقائه. إذا ما رأيكم إخواني بهذا الفيديو؟ المرجو إجابتنا في تعليق أسفل الفيديو، وشكرا. وفي الأخير نشكركم على مشاهدة هذا الفيديو، ولا تنسوا دعمنا بالاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو ومشاركته، وشكرا.